وفي العاصمة البلجيكية بروكسل أحيا الفنان كاظم الساهر حفلا غنائيا شهد إقبالا كبيرا لأبناء الجاليات العربية ضمن فعاليات مهرجان موسم الثقافية. وتتخلل المهرجان عروض فنية وموسيقية ولقاءات مع كتاب عرب تستضيفها أهم المراكز الفنية في بلجيكا. التفاصيل في تقرير عبد الله مصطفى. عرفت بروكسل إقبالا جماهيريا كبيرا من جانب أبناء الجاليات العربية المختلفة على حفل القيصر كاظم الساهر والذي يحيي لأول مرة حفلا في بلجيكا. احنا جايين نحضر حفلة كاظم، احنا جايين من هولندا. جايين نشوف العراق بكاظم الساهر، العراق اللي افتقدناه. كل ما اسمع كاظم اشتاق للعراق. انا جايه من فلسطين عشان احضر كاظم الساهر. كمان في كتير ناس جايين من بلاد كتير عشان يحضروه، لانه هو كتير فنان رائع وبيغني لشعر نزار قباني. جمهور عظيم حقيقه، جمهور عظيم. حسيت الوطن العربي اليوم كله في هاي الصاله موجود. الاحساس حلو، يعني صعب امام هذا الجمهور اي فنان يقف اذا ما يقدم ابداع بطريقه يدخل يتعمق فيها تماما الى ما يملك من هذا الاحساس ومن الفن لرقي السماع، السمع الحلو الجميل، الصغاء الجميل، ما اعرف كيف اعبر. على أنغام الموسيقى وصوت كاظم الساهر عاش أبناء الجاليات العربية وخاصة من العراقيين الذين جاءوا من دول أوروبية أخرى، عاشوا سهرة فنية رائعة، استمتعوا بالأداء والصوت والأجواء العربية التي عاشوها في تلك الليلة التي تأتي ضمن فعاليات مهرجان موسم الثقافي. وهدفنا كمؤسسة ثقافية يعني هو إعطاء مكانة للثقافة العربية في بلجيكا وفي أوروبا بصفة عامة. وكاظم الساهر يعني عنده مكانة كبيرة بالنسبة للجمهور. نشوف بالفترة الأخيرة كم وكم من الأحزاب وكم وكم من، ولكن كلهم ما أجملهم. أنا شايف يعني كثير يدفعوا من دواخلهم مش بشكل حقيقي حتى يبنوا هذا الوطن الجميل. صمود شعبنا وصبره، وأعتقد كل ده يساهم بأن يرجع العراق بأجمل ما يكون. أن ربي يوفق كل من يمد يد الخير لهذا البلد. مهرجان موسم الذي تضمن عروضا فنية وموسيقية ولقاءات مع كتاب عرب تستضيف أهم المراكز الفنية في بلجيكا. يقام هذا المهرجان الذي تنظمه مؤسسة موسم للعام التاسع على التوالي من 11 إلى 28 من الشهر الجاري، ويهدف إلى إيصال الثقافة والفنون العربية إلى بلجيكا بصفة خاصة وأوروبا بصفة عامة. كاظم الساهر صوت عربي جاء ليغرد في سماء بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي في ظل إقبال كبير من جانب أبناء الجاليات العربية الذين حرصوا على حضور الحفل. عبد الله مصطفى، الحرة، بروكسل.